نشرة الخامسة تأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. اختتمت اليوم بمقر رئاسة الجمهورية لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، حيث استمع الرئيس على مدى يومين لوجهة نظر الأحزاب حول العديد من القضايا السياسية، مؤكدا حياد الدولة ومؤسساتها التامة خلال انتخابات مجلس النواب، وكذلك ضرورة انتقاء أفضل العناصر لتمثيل المصريين في برلمانهم المقبل. رسالة أساسية وجهتها الرئاسة ضمن أخرى عديدة لرؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية المصرية في لقاءين عقدا الاثنين والثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية. الرسالة الأبرز التي حرص الرئيس السيسي على تأكيدها هي وقوف الدولة ومؤسساتها على الحياد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم تدخلها فيما يجرى من إنشاء تكتلات وتحالفات حزبية وسياسية خاصة بالعملية الانتخابية. الرئيس أكد أو يعني أشار إلى ما تردد عن دعمه أو تبنيه لتحالف معين أو لقائمة معينة، أكد أنه ليس له علاقة بأي قائمة وأنه يدعم أي جهد وطني يتم، وطالب الأحزاب بتحمل مسؤولياتها والتوحد والعمل سويا في سبيل إعداد قائمة واحدة. وقال لو نجحت الأحزاب إن هي تتحمل مسؤوليتها وإن هي تعد قائمة واحدة هيكون من أول الداعمين لها أمام المجتمع المصري. الرئيس طمأن من التقاهم أيضا بأنه لا تهميش للأحزاب أو تقليص لدورها خلال المرحلة المقبلة، بل وطالبهم بتشكيل تكتلات تزيد من قوتهم على الساحة السياسية. الأحزاب والقوى السياسية من جانبها اعتبرت اللقاء أمرا إيجابيا، فحصلت من خلاله على أجوبة لتساؤلاتها وتخوفاتها، كما منح ممثلوها الفرصة الكاملة لشرح وجهة نظرهم تجاه القضايا التي تشغل الوسط السياسي. لقاءات وإن رآها البعض تأخرت بعض الوقت، فإنها تأتي في توقيت بدأت تدور فيه عجلة الانتخابات البرلمانية بالإعلان عن توقيتات العملية الانتخابية ومراحلها وفتح باب قبول طلبات المنظمات المصرية والأجنبية للمتابعة والإشراف. هاتفيا ينضم إلينا الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، يعني بعد الترحيب بسيادتك، كيف ترى أهمية هذا اللقاء من الرئيس بالقوى السياسية في هذا التوقيت، ويعني أهم ما جاء في هذا اللقاء وما خرج به أيضا هذه اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية؟ مساء الخير على كل المشاهدين. بطبيعة الحال يعني هذا اللقاء في غاية الأهمية، لأنه أول لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي مهام منصبه مع زعماء ورؤساء القوى السياسية الأحزاب والقوى السياسية المصرية المختلفة. وهو بأمانة العدد كبير، يعني العدد اللي التقى بهم الرئيس 18 امبارح والنهارده يمكن أكثر من 12 أو 13، فده معناه أن أنت خدت معظم الصف الأول والثاني وربما الثالث، لأن هناك أحزاب في مصر يعني عدد المؤيديها لا يتجاوز الأسرة الواحدة. كانت هناك شكوى دائمة من كل القوى الحزبية أن الرئيس لم يقابلهم في حين أنه التقى بالعالمين وبطوائف أخرى وفي المجتمع. هو اليوم أو بالأمس واليوم حصل لقاء، فبالتالي يعني عبرنا فجوة كانت موجودة حتى ولو كانت فجوة معنوية. الذي تردد فيها الذي قيل طبقا للحاضرين أن الرئيس قال لهم بوضوح أنه لا يدعم أي قائمة انتخابية، وهذا هذه القضية مهمة حتى يقتنع الجميع أن مفيش تدخل من الدولة. نمرة اثنين أنه هو مستعد أن يدعم قائمة قومية، أنه إذا شعر أن هناك قائمة قومية هيتدخل هيدخل وهيقول أن أنا بدعم هذه القائمة. نمرة ثلاثة، أنا أظن أن السؤال المهم اللي هو الأحزاب عليها أن تجاوب عليه مش بس لقاء الرئيس التقى بيوم وقيم وانتهى الأمر، القضية هي كيف تكون هذه الأحزاب فاعلة في المصري. أظن هذا هو السؤال الصعب والحقيقي والذي يحتاج العمل الكثير. نعم. أستاذ عماد، حضرتك ذكرت أن هناك تصريح بأنه إذا كانت هناك قائمة قومية سيتم تدعيمها من جانب الرئاسة. ما الذي تعنيه قائمة قومية؟ ما الذي تعنيه؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه كنت قد وجهت هذا السؤال أكثر من السؤال الحكومي. هي وجهة نظرهم أنه مع ضعف الأحزاب المصرية ومع المنتظر أن يفوز في الانتخابات الفردية الأساسية دي 420 مقعد القوى التقليدية غير الحزبية، فبالتالي البرلمان المقبل لن تكون هناك فيه تمثيل حقيقي للأحزاب والقوى السياسية والتوجهات السياسية مختلفة. فبالتالي لو تمكنت الأحزاب المصرية من تكوين قائمة من 120 مقعد اللي هم الشباب والمرأة والسبع فئات من رئيس الدستور
وافقوا على هذه القائمة، فبالتالي تبقى انت كأحزاب ضمنت 120 مقعد ليك على الأقل موجودين جوه المجلس. وهذا وهذه القائمة تكون بمثابة رمانة الميزان داخل برلمان أغلب الظن أنه سيكون مفتت، يعني برلمان غالبيته مستقلين، فأنت محتاج عقل سياسي من 120 شخص يستطيعوا أن يقودوا البرلمان ويبقى فيهم النخب ويبقى فيهم القوى السياسية، وتبقى ضمنتي بدل الأحزاب ما تنزل الشارع تتخانق وتتظاهر يبقى الخناق والتظاهر قوى البرلمان. تمام، أنا بشكر وجود حضرتك معنا السيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.